الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أحبتي الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم في هذا المقطع باقتصاديات الموارد والبيئة، المياه وتخصيصاتها، Water and Water Appropriation. أرجو أن يكون فيه الفائدة العظمى لكم جميعا أحبتي الطلبة، وعلى بركة الله نبدأ. يعتبر الماء إلى جانب الغذاء أهم وأخطر موارد الطبيعة على الإطلاق، ويحتاجها الماء، يحتاجه أو يحتاجها المياه البشر، فقيرهم وغنيهم، ضعيفهم وقويهم، وهو مصدر الحياة الأساسي لكل الكائنات الحية، وجعلنا من الماء كل شيء حي. ليس للماء بديل، No substitute for water. تذكروا أحبتي، من الصعب نقله عبر مسافات أطول مما يمكن تحمله من كلف وصيانة الأنابيب ومضخات النقل. تؤدي ندرة المياه إلى مشاكل إنسانية واجتماعية وربما سياسية، وبخاصة إذا كانت موارد المياه مشتركة بين الدول. إذا كان حوض مياه مشترك أو أنهار مشتركة تعبر من دولة لدولة، تؤدي عادة إلى مشاكل سياسية واجتماعية وربما إلى حروب. وهذا المورد الحيوي يتوافر في نظام طبيعي معزول، بمعنى آخر بأن المياه تبقى داخل هذا النظام كما تعلمنا في الأنظمة المعزول والمفتوح والمنعزل. فهذا الآن المغلق والمفتوح والمنعزل، هذا نظام معزول بالمعنى الذي شرحناه آنفا، تذكروا عندما شرحنا أشكال الأنظمة في نفس هذا مساق الموارد البيئة. الماء مورد متجدد وقابل للتدوير، وكميته ثابتة لا تزيد ولا تنقص في النظام المعزول، لكنه ينتقل من مكان إلى آخر حسب ما تفرضه تغيرات الطبيعة واستعمالات البشر له. يمكن النظر إلى الماء كمورد طبيعي اقتصادي من منظورين: واحد يتعلق بوفرته وجودته ووجوده، وآخر طبعا وجودته للأمانة، وآخر يتعلق بإمكانية استغلاله لإشباع حاجات الإنسان. هنا الآن تأتي الجودة. نكمل دورة الماء الطبيعية. هذه الآن الرسم التوضيحي الجميل يبين الآن بأن التعرق من النباتات ما يسمى transpiration الآن تذهب، يعني كل هذا التعرق على شكل أبخرة إلى السماء، ثم طبعا فضاء، ثم تتكثف تشكل غيوم، ثم تأتي تعود إلى الأرض على شكل هطول المطر، فتجري في السيول في الأودية وفي الأنهار. هذا الجان الآن جزء منه يبقى على شكل مياه جوفية ثم سطحية، وعندي الآن جذور النباتات، هنا السحب الأبر، وهكذا. فهذه دورة المياه أو الماء الطبيعية التي تخيلها علماء البيئة والموارد. تغطي المياه أكثر من 70% من سطح الكرة الأرضية، لكن الجزء العذب منها، وهو أخطر، هذا أخطر شيء نتحدث عنه، الجزء العذب منها من الماء الذي يحتاج إليه البشر في الزراعة والصناعة والاستخدامات المنزلية يشكل أقل من 3% من الحجم الكلي. سبحان الله. ويوجد ضمن 3% من الماء العذب 70% من 3% على شكل كتل مائية متجمدة، أو ما يسمى آيس كاب، في منطقة المحيط المتجمد الشمالي والجنوبي وجزيرة غرينلاند، ويتوافر الباقي في خزانات طبيعية في جوف الأرض وفي التربة الرطبة. اللافت بأن المعيقات السياسية والقدرات المالية والمؤسسية والتكنولوجية الراهنة لم تمكن البشر من وصول أو استغلال إلا أقل من 1% من الماء العذب على المستوى العالمي، على الأقل حسب إحصائيات 2014-2015، وهي كمية تكافئ 10.7 مليون كيلو متر مكعب متوافرة في خزانات طبيعية كالبحيرات وحفر الماء تحت سطح الأرض والمستنقعات والأنهار والنباتات والجو المحيط بالكرة الأرضية. يصنف علماء البيئة والإيكولوجيا توافر المياه من حيث المناطق الجغرافية تحت 4 عناوين رئيسة، وأرجو الانتباه. منطقة 1، ندرة مادية عالية، يعني الماء شحيح ونادر جدا. 2، الاقتراب من الندرة المادية العالية.
ثلاثة مجر اقتصادية، هنا معيقات اقتصادية، يعني الآن يوجد مياه لكن لا توجد الآن إمكانيات تمويلية حتى نستخرج أو ننقل بمكان آخر، وأخيرا انخفاض الندرة المادية أو الاقتصادية أو عدم وجودها وجودهما. الآن أولا مناطق الندرة المادية physical scarcity العالية، توصف هذه المناطق بوصول استهلاك وتطوير مصادر المياه العذبة إلى أوضاع غير قابلة للاستدامة، وفي هذه المناطق يتم سحب أكثر من 75% من مياه الأنهار لأراضي الزراعة والصناعة والاستعمالات المحلية الأخرى، وتشمل هذه المناطق البلاد العربية وجزء من أواسط آسيا وأمريكا الوسطى. لاحظوا المناطق الجافة هذه. اثنين، مناطق تقترب من الندرة المادية العالية، وهي المناطق التي يتم سحب ما يقرب من 60%، انخفضنا الآن من 75% إلى 60% من مياه أنهارها لأغراض الزراعة والصناعة والاستعمالات المحلية الأخرى، وإذا بقيت مستويات الاستهلاك كما هي في الوقت الحاضر فإن هذه المناطق ستدخل في مرحلة الندرة المادية العالية، وتشمل هذه المناطق إيران وباكستان وتركيا وجنوب أفريقيا وجزء من أواسط آسيا وأمريكا الوسطى. ثلاثة، مناطق الندرة الاقتصادية economic scarcity، وهي المناطق تتوافر فيها كميات كبيرة من المياه العذبة لكنها تعاني من تدني نوعية المؤسسات وحاجتها الماسة إلى رأس المال الضروري لتطوير مصادر المياه، وفي هذه المناطق يتم سحب أقل من 25% من مياه الأنهار لأراضي الزراعة والصناعة والاستعمالات المحلية الأخرى، وتشمل هذه المناطق معظم القارة الأفريقية وجزء كبير من الهند وجنوب شرق آسيا. الآن أفريقيا تحدث عن ما يسمى بالجزء اللي جاي، يعني يأتي تحت الصحراء الكبرى أو سب صهارا، اللي هي ليست الدول العربية منها، الدول العربية تعاني كلها أو معظمها من شح مياه. أربعة، الآن مناطق الندرة القليلة، توصف هذه المناطق بتوافر كميات كبيرة من المياه العذبة تفوق كمية الطلب عليها، ويتم سحب أقل من 25% من مياه أنهارها لأغراض الزراعة والصناعة والاستعمالات المحلية الأخرى، وتشمل هذه المناطق كل دول شمال وغرب أوروبا وأمريكا الشمالية ومعظم أمريكا الجنوبية وجزء كبير من أستراليا. الوضع المائي للمياه الآن العالمي، هذه الخارطة الجميلة هنا تبين الآن ندرة طبيعية عالية. لاحظوا المناطق الآن الحمراء هذه، هنا الآن هذه المناطق، المنطقة العربية جاية ندرة تقترب من ندرة الطبيعية العالية، ندرة طبيعية اقتصادية عالية الآن، هنا اقتصادية عالية، لاحظوا ندرة قليلة أو غير موجودة لأن هاي المناطق، لاحظوا لروسيا أوروبا الغربية كلها، اليابان، الولايات المتحدة وأمريكا الشمالية بشكل عام، جزء من أمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية كلها الآن لا تعاني من هذه المشكلة، وغير مقدر هذه المناطق الجافة هاي اللي هي الرمادية غير مقدر إلى هذه اللحظة. إذن هذه الخارطة تبين الوضع العالمي للمياه، الوضع المائي للعالم كله. نكمل، يقاس الضغط على استعمال المياه باستخدام مؤشرات التوافر نسبة إلى السحب، وهي هذه المؤشرات يطلق عليها مؤشرات الإجهاد المائي Water Stress Indicator، تأتي على مقياس من 0 إلى 1 صحيح، يعني من 0 إلى 100% كما هو مبين، هذا الآن المقياس، الآن هنا 0 Stress وهنا 1 صحيح عالي جدا، فإذا كنا عند نقطة صفر معناته ليس هناك إجهاد مائي، وبالتالي الماء متوافر بكميات يعني أكثر بكثير من الطلب. الآن 10% منخفض، هون الإجهاد المائي بين 20 إلى 40 متوسط، 80% عالي جدا، 1% عالي جدا جدا، هنا واحد اللي هو عطل صحيح 100%، هذه مؤشرات الإجهاد المائي معظم المناطق العربية في هذه المنطقة. نتابع، تبين الدورة المائية ووتر سايكل الطبيعية المراحل التي يمر فيها توافر المياه ابتداء من التبخر والتعرق والتكثف على شكل غيوم، ثم هطوله على شكل أمطار وجراينه في الأودية والأنهار، ثم إلى البحار ومسطحات المياه العذبة وجوف الأرض
ليستقر في خزانات طبيعية. وقد وضع علماء البيئة كمية الماء العذب المتجدد على شكل معادلة بسيطة. الآن هذه المعادلة هاي R F اللي هي run، هلا بشرح إن شاء الله هنا، هذه حيترمز R F W لكمية المياه العذبة المتجددة renewable fresh water supply، هذه renewable fresh water supply من الأرض، أوكي، تساوي precipitation اللي هو كمية الأمطار المتساقطة على الأرض، هاي من الأرض إلى الأرض، هنا كمان الأمطار تعود للأرض، هنا ما يسمى بكمية التبخر وتعرق النباتات evaporate يعني تبخر transpiration تعرق، ثم يعني يعود على شكل مطر، ثم الآن البحار كمية المياه التي تجري نحو البحار والمحيطات هذه، ويمكن الدول القادرة أن تستفيد من هذا الجزء بشكل لا يستهان به بواسطة السدود. طبعا هاي كله هذه الرينيوبل تستطيع هذه الدول أن تستفيد منه بواسطة السدود والحفر المائية، وهو المعروف بالجريان الذي يمكن الاستفادة منه accessible run off AR، الجريان الذي يمكن الاستفادة منه. لاحظوا إذا المعادلة renewable fresh water supply اللي هو كمية المياه العذبة المتجددة كلها من الأرض إلى الأرض تأتي على شكل أمطار precipitation ثم تعرق وتبخر ثم الآن الجريان إلى البحار. حسب تقديرات علماء المياه والبيئة تتدفق في الدورة الطبيعية كميات المياه العذبة على النحو التالي: أولا يتبخر من المسطحات المائية العذبة والمالحة بما فيها المحيطات والبحار ما يكافئ 430 ألف كيلو متر مكعب من المياه سنويا، يرجع منها إلى المسطحات المائية نفسها ما يكافئ 390 ألف متر مكعب. لاحظوا إيه؟ ثانيا يحصل على سطح الأرض اليابسة ما يكافئ 110 آلاف كيلو متر مكعب من المياه العذبة، يتبخر منها ما يكافئ 70 ألف متر مكعب، يعود إلى المسطحات المائية 40 ألف متر مكعب. بناء على هذه الحسابات الخام رو كالكوليشن والكتلة الحيوية البالغة 1.9 كيلو غرام لكل متر، هو طبعا الكتلة الحيوية الأخشاب أو تذكر البيوماس اللي هي الدهون القابلة لتحويلها إلى طاقة أو الأخشاب، كل الآن في تقريبا 2 كيلو غرام منها يحتاج إلى متر مكعب من الماء. قدر العلماء كمية المياه العذبة المتوافرة من التبخر والتعرق والمخصصة لاستعمالات الأراضي المسيطر عليها من البشر ب 18200 يعني 18.2 ألف كيلومتر مكعب من مجموع 70 ألف كيلومتر مكعب. تشكل هذه الكمية 26% من كمية الماء العذب الناتج عن التبخر والتعرق. وقدر علماء أنفسهم الكمية الأولية الصافية من المياه العذبة يسموها Net Primary Production NPP التي تستخدم في أنظمة إيكولوجيا أو إيكولوجية تحت سيطرة الإنسان أو تستخدمها كائنات حية تختلف عن الكائنات التي تعيش في منظومات إيكولوجية مشابهة لكنها ليست تحت سيطرة البشر، وتشمل الأراضي الزراعية والمراعي والأشجار المزروعة من أجل الوقود أو الحصول على الأخشاب التجارية. فبلغت هذه التقديرات 40.6 مليار طن من المياه، يعني اضرب الآن كل متر مكعب بألف لتر، لاحظوا الكمية الهائلة هذه من المياه العذبة. نتابع تقديرات للدورة الطبيعية المياه، هذه الآن صورة توضيحية من البحر التبخر ثم العودة إليه 390 ألف، من هون التبخر 430 ألف كيلو متر مكعب تبخر، برجع إله إلى البحر أو البحار 390 ألف. الآن هنا 40 ألف كيلو متر ترجع كيلو متر مكعب، هنا 110 من اليابسة والأشجار وما شابه ترجع الهواء. لاحظوا كيف الاتجاه الأسهم أرجوكم، هنا الآن بنزل يعني هنا صعود هنا هبوط هنا تبخر هنا رجعة، ثم الآن من هذه الكميات هذه تؤدي يعني إلى رجوع 40 ألف متر مكعب ثاني مرة إلى البحار، اليابسة يخرج منها 110 يطلع منها 70 ألف عفوا ويرجع إلها 110 لأنه في تختلط الآن
بين تبخر المياه من البحار ومن اليابسة، فبعود الآن 110 اللي هو 70 زائد 40 هنا. تقديرات 40.6 مليار طن موزعة كما يأتي. هذا الآن نوع الأرض: زراعية، مراعي، غابات، مستوطنات بشرية. المجموع الآن التبخر والتعرق evaporation هذه بالكيلومتر مكعب 5500 للزراعة، 5800 للمراعي، 6800 للغابات، 100 للمستوطنات، 100 يعني كيلومتر مكعب للمستوطنات البشرية. فالمجموع 18200 اللي هو كيلومتر، 18200 كيلومتر مكعب. الكمية الأولية الصافية net primary production مليار، الآن بالزراعة مليار طن، 15 مليار طن، 11 بالنسبة للمراعي، 13.6 مستوطنات بالبشرية أقل واحد صحية، المجموع 40.6 مليار طن. وجد الباحثون حول ما يتعلق بكمية الجريان التي يمكن الاستفادة منها وخاصة الأنهار بأن توزيع تدفقات الأنهار العالمية غير متوازن من الناحية الجغرافية القارية، ومقارنة ذلك بعدد السكان في كل قارة. وعلى سبيل التحديد يبلغ حجم جريان الأنهار في القارات الخمس مقارنة مع عدد السكان كما في الجدول، هذا الجدول الآن. لاحظوا القارة: المنطقة، أوروبا، آسيا، أفريقيا، أمريكا الشمالية والوسطى، أمريكا الجنوبية، أستراليا والمناطق القريبة منها. المجموع حجم الجريان بالكيلو مكعب بالسنة 3240 لأوروبا، 14450 لآسيا، أفريقيا 4320 لاحظوا الفقر بأفريقيا، أمريكا الشمالية والوسطى 6200، أمريكا الجنوبية 10420 كيلو متر مكعب الآن سنويا الجريان الرن أوف، أستراليا والمناطق قريب منها 1970، المجموع 40700. الآن الحصة العالمية بكل كل قارة الآن من الجريان كنسبة مئوية: أوروبا 8% من المجموع، آسيا 35% من المجموع، لاحظوا لي أفريقيا 10% تقريبا أو 11% إلا شوي، أمريكا الوسطى 15.2، أمريكا الجنوبية 25.6، أستراليا المناطق القريب منها 4 أو 8%. الآن الحصة من السكان، لاحظوا الآن الفرق إنه 13% من سكان العالم بأخذوا الآن 8% من حصة الجريان، أما آسيا 60 تقريبا يعني 61% من سكان العالم في آسيا لاحظوا لي فقط حصتهم أقل من 36%. أفريقيا بشكلوا 12.5% من سكان العالم الآن حصتها 11% قريبة، أمريكا الشمالية 8% من سكان العالم والوسط طبعا بأخذوا 15 يعني تقريبا الضعف هنا، أمريكا الجنوبية 5.5% من سكان العالم بيأخذوا أو حصتهم من الجريان هذا 25 أو 26% تقريبا، أستراليا 0.5% من سكان العالم حصتهم 5% تقريبا. فلاحظوا لي الفرق الآن بين السكان كنسبة من العالم وحصة كل مجموعة سكانية من جريان مياه. يمكننا استعمال بيانات، هذه آخر طبعا مقطع راح أبينه، يمكن استعمال بيانات حصة القارات في جريان الأنهار في حساب التوزيع التراكمي منحنى لورنز الآن لأغنى الكتل السكانية في الجريان، وهي مبينة في الجدول الملحق مع الشكل أدنى هذا الآن، حيث نرى بأن أقل من 40% من سكان العالم، لاحظوا لي هنا أقل من 40% من سكان العالم يستحوذوا على تقريبا أكثر من 64% من المياه. شوف كيف التوزيع اللا عادل بين القطب. طبعا هاي مش يعني من ربنا سبحانه وتعالى، لكن هناك الآن الثراء في أمريكا الشمالية يختلف عن الثراء بأفريقيا وبعض الدول الجافة. فلاحظوا لي البشر يتجهون إلى استثمار رأس مالهم في الحروب وتدمير بعضهم البعض على حساب يعني أنه تطوير مصادر المياه. فهنا نرى بأن أقل من 40% من سكان العالم يستحوذون على أكثر من 64% من الجريان، لكن ولسوء الحظ سكان بعض المناطق التي تتميز بجريان عال لم يتمكن البشر ومؤسساتهم من استغلال الجريان بسبب العوائق السياسية والتقنية والمالية، منها الأردن على سبيل المثال أو المنطقة العربية. لاحظوا الآن القضية بين مصر والسودان من جهة وأثيوبيا من جهة أخرى،
وعلى سبيل المثال تقدر كمية الجرايم غير المستفاد منه inaccessible runoff في مناطق الأمازون وزائر الكونغو وأجزاء من أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا تقدر بسبعة آلاف سبعمية وأربعة وسبعين كيلو متر مكعب سنويا غير قابل ليش؟ لماذا؟ لأنه الآن ما في يعني رأس المال الذي يستغل حتى يعني البشر كلهم يستفيدوا من هذه المياه. لو قسمنا هاي الآن هذه الكمية على عدد سكان عام، افترض أن العدد هو 7 مليارات بشر الآن، لكان نصيب الفرد كل فرد بيلحقه 1110 تقريبا 1111 متر مكعب سنويا، وهي بتكفي ما شاء الله، وهي كمية كافية لإشباع كل حاجات الناس من الماء العذب وتحسين حالتهم. أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع، راجيا أن أكون قد قدمت الفائدة لكم أحبتي الطلبة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى لقاء قريب بإذن الله تعالى.